طيب معكم اليوم بتغطية جديدة من داخل القصة القلبية وبالتحديد من أمام محكمة جناية شبرا الخيمة. اليوم تنظر بعد قليل محكمة جناية شبرا الخيمة الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي هنا جلسات قضية مقتل طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميا بواقعة طفل الدار قويب والتمثيل بجثمانه وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي والذي بعد حالة النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهما فيما نسب إليهم من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء. فبداية الواقعة تعود حينما تغيب طفل يدعى أحمد محمد سعد الذي يبلغ من العمر 15 عام يوم 15 إبريل عن أسرته لقرابة 4 أيام وظل أهله يبحثوه عن بكل مكان حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية كجثة هامدة مشقوقة من أسفل البطن للعنق وذلك داخل أحد الشقق السكنية المستأجرة بدائرة اسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية حيث تبين انتزاع بعض أحشائية ووضعها في أكياس مجاورة لجثمانه وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات اسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كل جنوب بنها من المتهمين طارق أنور عبد المتجلي 29 سنة عامل بمقهى ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشارع شبرا الخيمة وعلي الدين محمد علي 15 سنة طالب ومقيم بدولة الكويت لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة اسم أول شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية حال كون المتهم الثاني طفل تجاوزت سنه 16 أعوام ولم يبلغ 18 عاما ميلاديا وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية وحزام من الجلد وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا واستدرجه غدرا إلى بيته وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير فلما غاب عن وعيه خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة وأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة وتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان بأن توجه إلى مكان وجوده وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه فلما آمن له اقتضاه حيلة إلى المسكن مبعدا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض سكين وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مشرط وحزام من الجلد دون مسوق قانوني من الضروري المهنية أو الحرفية واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بتحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق بأنه حرده واتفق معه على قتل الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا تحايلا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات وزي ما حضراتكم شايفين احنا منتظرين بدء اولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية الشهيرة اعلاميا الدار قويب دقائق او ساعات وتبتدي اولى جلسات داخل محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الاولى برئاسة المستشار ايمن فؤاد فهمي.